التي وصفها الله بقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم صفة هذه الأمة في التوراة التي نزلت على موسى هذه صفتها. ثم ذكر صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ومثل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أول ما هو نبات ضعيف، صبه وحده، الصبه ذي فرخت صار له فراخ، الفراخ هذه قوية ونشطت، الزرع تكون حينئذ مزرعة كاملة، ثم يعني سنبل الزرع، صربه سنابل، استوى على سوقه على قصبه. شوف الزرع المزرعة، تشوف الزرع السبل يقول كذا، كل واحدة على قصبة، كل واحدة على قصبة. حينئذ هذه صفة هذه الأمة، تكونت بالأول نبات ضعيف، ثم صار له فراخ، ثم نمى حتى استوى على سوقه يعجب الزراع من حسنه. وهكذا هذه الأمة